طلب من أوكرانيا انطلقت فعاليات الاجتماع الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين للجامعة العربية لمناقشة التطورات الأخيرة للنزاع الروسي الأوكراني برئاسة لبنان وحضور الأمين العام مساعد السفير حسام زكي. مجلس الجامعة اليوم استمع إلى السفير ماكسيم صبح وهو المبعوث الرئيس الأوكراني للدول العربية والشرق الأوسط. كان لديه بيان هام و أعتقد يعني فتحناه لوسائل الإعلام لكي تتابعه. هذا في إطار يعني اهتمام المجلس بالاستماع إلى وجهة النظر الأخرى. طبعا احنا منذ أسابيع قليلة استضفنا وزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافروف وعرض وجهة نظر روسيا في الأزمة مع أوكرانيا، واليوم استمعنا إلى هذا البيان باللغة العربية الفصحى من جانب المبعوث الأوكراني، وكان يعني يعرض لموقف بلاده. استعرض المبعوث الخاص لأوكرانيا لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا السفير ماكسيم صبح عبر الفيديو كونفرنس آخر التطورات السياسية والاقتصادية وأهمية الدعم العربي لحل الأزمة. في هذه الأيام يمر بلدي بأصعب الأوقات في تاريخه، ومنذ ما يقرب من 6 أشهر تقاوم أوكرانيا العدوان الروسي الوحشي وغير المبرر ضدها. ولسوء الحظ وما نشهده اليوم ونحن نعيش في القرن 21، نشهد إحياء لبقايا ومخلفات الماضي تجسدت في الاستعمار الجديد الذي تمارسه روسيا في حق أوكرانيا وشعبها المسالم، ألا وهو الاستعمار الروسي الغاشم. أكد المبعوث الأوكراني على أهمية الدعم العربي للحل السلمي للأزمة والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية وأهمية وقف النزاع العسكري. يأتي الطلب الأوكراني ليؤكد على محورية الدولة العربية في مختلف القضايا العالمية وأهمية التحركات الخاصة بالجامعة العربية لدعم الحل السلمي للصراع الروسي الأوكراني. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، التلفزيون المصري.